نهاد، أستاذة نهاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيبتي يا أستاذة نادية، أنا كنت متجوزة بقالي 2 سنين، أيوة، وحصلت مشاكل. أنا جوزي على طول بيتخانق معايا بسبب أهلي، ويقول لي هو مش حاببهم خالص. أنا أصلا متجوزة، أنا يعني جبرت أهلي إن هم ياخدوه يعني، وهم يوافقوا عليه، وهم مكانوش موافقين عليه خالص. فهو من اول الجواز، من يوم الفرح، وهو مش حاببهم خالص، وهو على طول بيتخانق معايا عشان ما اروحش هناك. يعني هو اهلك ما كانوش موافقين يا نهاد، وانت ضغطتي عليهم؟ وليه بقى من بعد ما ضغطتي عليهم؟ يعني كان في مساحة من المشاعر ما بينكم ولا ايه؟ لا، هم مش حابينهم خالص يعني، هم كانوا حابينه وهو ما كانش حاببهم، طيب بس هم انت حبوا بقى معايا. اكيد اكيد انت كان حبك ولا ايه؟ كان حاببني. طب ايه اللي حصل انه من ليله، انت بتقولي من ليله الزواج من وانت ما الفرح، ايوه، من يوم الفرح، وفي مشاكل ما بينهم يعني. حتى ساعه الفرح، اليوم باظ خالص الفرح، وهم كان في مشاكل ما بينهم كبيره. وهو حتى بعد الجواز كان قعد فتره طويله، كان مانعني ان انا اكلم ماما او اروح هناك او كده. طيب والسؤال؟ السؤال اللي انا لا هو انا دلوقتي انا قاعده عند ماما وهتطلق، يعني داخلين على مراحل الطلاق. انا مش عارفه يعني، انا مش مست... انا عندي ابني دلوقتي، عندي ولد اسمه حمزه، عنده 6 شهور. فانا مش عارفه يعني، انا هبعده عن ابوه وكده هو، فانا عايزه طب اعرف ان انا اعمل ايه نهاد، صح. نهاد نهاد طب اي، انت ليه هتطلقي؟ عشان عشان مشاكله هو مع اهل؟ بيضربني وبيهني جامد، على طول اي حاجه بتحصل معانا اهله عارفينها، وكتبني وصولات، وعلى طول كان يتخانق معايا، يقول لي انا هتبحك، انا هعملك، انا هضربك انا. فانا خايفه منه، وقاعده معاه على طول ضرب، وعلى طول اهانه، وعلى طول فضيحه، فضايح في كل حته نروحها، في الشارع، في اي حته. فيعني حاجه يعني صعبه. انا يعني انت مش عايزه ترجعي؟ مش عايزه ارجع خالص، ومش عارفه اعيش معاه خالص. انا عايزه اعرف حضرتك، انا اللي انا هعمله دوت صح ولا يعني؟ انا لا عشان ابني طبعا، كده هو احنا خايفه. انا لما ب... انا لما باجي يعني اضغط شويه على السيدات واقول شكرا ليك يا نهاد، ما بضغط شويه على السيدات لان انا ببقى شايفه انه الست، وده احنا شايفينه كلنا مش انا بس، انه الست لما بيحدث طلاق هي اكبر، هي بتبقى اكبر حد متحمل الخساره، واكبر حد عليها ضغوط، واكبر حد متحمله كل المسؤوليات. فانا اشفق عليكي، فبقول بدل ما بنكون في طلاق وانا اوريدي معايا اولاد وداخله حياه مش هتبقى سهله، فيبقى معايا يشاركك بدل ما تبقي انت شايله الموضوع كله، بدل ما انا بالذات اللي مش هتاخد قرار انها تتجوز تاني. فبقول تصبر، اذا كان في نوع من الاصلاح ممكن اسايس اموري يعني، والانسان ساعتها مش ذليل، الانسان ساعتها بيتمتع بقدر كبير من الحكمه عشان يمشي اموره، وبيرتكب يعني او بيستعمل قاعده ارتكاب اخف الضررين، الاقل ضررا اختاره. ما انا في النهايه بدل ما تبقى خساره 100% تبقى خساره 50%، يعني ده عقل، مش ان الواحده بتذل نفسها، ولا ان الواحد زي ما الكلام الخطابي البعض بيقوله. فيقول لك الدكتوره ناديه بتيجي على الستات وبتضغط عليهم، انا مش حكايه ضغط، هي حكايه ان هي بعد الطلاق مش هتبقى يعني كسبت قوي، ربما تبقى هي ريحت نفسها من شيء، بس هتدخل في معترك حاجات فوق طاقتها. فاحنا بنقول نرتكب اخف الضررين، لكن في حالات بقول لا، ازاي اسكت على تسكتي على نفسك، زي الاخت بتاعت سالتنا مش عارفه في الحلقه المسجله ولا الحلقه اللي كانت، هو مش متذكره، لكن كانت بتتكلم انها اتضربت في ليله الدخله عشان هو اختلف معاها في فكره انها كانت اجله لكتب الكتاب يوم، فاحرجته قدام اهله من اول يوم هو نازل ضرب فيها. فاقول لها انت سكتتي على نفسك ليه؟ وازاي اهلك يسكتوا على هذا الامر؟ وقبل كده قلت اذا كان، ونقلت راي سمعته عن بعض اشياخي، ربنا يدي الصحه لمن هو عايش منهم، ونسال الرحمات لمن مات منهم، انه لو ولي امرها الولي بتاعها شايف انه افرط في الضرب بغير حق، وانه مساله الضرب مش زي ما ناس كتير فاهمينها، له ان يحتجز بنته عنده في البيت لغايه لما ده يفوق لنفسه ويبطل مساله الضرب دي، هي مش بنات الناس لعبه. لكن في نفس الوقت في حالات ما بقولكيش اسكتي على نفسك، وفي حالات بقول لو في امكانيه للاصلاح انا اللي هبقى كسبانه مش خسرانه، عشان في طفل وعشان وعشان. اما وانه متمادي في هذا الضرب، في موضوع الضرب وفي تلك الاهانه، وانتوا خدتوا خطوات قويه لدفع الضرب ده، او لانك انتوا تعنوه على ان يكف عن الضرب ومستمر، فلك حق طلب الطلاق للضرر. انا دايما بتكلم معاكم في فكره ايه، انا ليا حق، لكن لو في مساحه من الاصلاح
ما يعني انا اللي هبقى كسبانه مش خسرانه، عشان الاطفال الطفل او الاثنين اللي معايا، عشان ما تتحمليش كله لوحدك، فالمسؤوليه تبقى انت شايلاها لوحدك، لكن مش معناها ان تضيع حقوقك او انك انت يبقى فيه ضرر واقع ومتحقق ومتكرر ومعه يصعب العيش، فاقول لك عيشي معاه غصب عنك. انا ما قلتش كده، ان احنا نوزن المساله. انا بقول كلام كل انسان يقدر ياخد منه الذي يستطيعه، ودايما انا بسمع طرف واحد لم اسمع الاخر، فلازم اعتبر لهذا الاخر الذي لم اسمعه، ولا يبقى انا كده باودي بنفسي انا الى الهلاك، باودي بنفسي الى جهنم. فلازم ابقى عامله اعتبار للطرف اللي انا ما سمعتوش واللي انا ما شفتوش. انت بتحكي لي شيء ربما عندك قوه في الحجه وقوه في العرض تخليني ان انا اقول لك شيء يبقى غلط ما يبقاش مظبوط، فعشان كده انا بحكون بحاول بجتهد قدر الطاقه اني اكون حياديه، واسال الله التوفيق والسداد. ادعكم.